واحد السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا الامور زاهيه. 5555 طلق الفرام، الفرام مقطع، تحياتي لكم. المهم كنحيي المغاربه كاملين، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، وكنحيي الناس اللي كتسوبورتي هذا السيد هذا اللي امام الكاميرا، اللي هو المسمى او الملقب مول الحريشه تعمر الكريشه. انا ما بغيت كلاس، خليت لهم ديك العيشه. الا كنتي اول مره الاخ او الاخت تشاهد هذا السيد هذا ولا هذا الفيديو هذا او لا هذا الفلوق هذا او لا حسبوه كيف حبيتو، ما تنساش عود لتحت كاين واحد البوطون يعني في اللون الاحمر، حاول تضغط عليه وتخرجك جرس في جربو حتى هو، حاول تعطي البابا باش ديما يوصلك الجديد. المهم الاخوه، اليوم جيتيني تحدد على واحد الموضوع اللي هو كيهمني، يعني كيهمني وربما تيهم الناس اللي تيحبوا مول الحريشه وربما تيهم بزاف تاع الناس. كتشوفوا مؤخرا يعني واحد السيده اللي شفتوا الفيديوهات داكشي، يعني واحد السيده كما عارفه شحال هذه، فهمتي؟ يعني هنا حاجه نورمال، يعني باش نكون نجيكم صراحه حاجه نورمال، ماشي اول مره يعني تحت الفرصه بحال هذا الشكل هذا، ولا يعني عديد مرات، وما غاديش نقول لك انا شاروخان، فهمتي؟ ولكن انا كنحاول لك نحط لك النقط على الحروف، سالينا. الاخوان بالنسبه للناس اللي كتحب مول الحريشه، يعني جيت انا يعني نحكي لكم وتتمنى الراي نتاعكم نتوما، وكنتمنى تخليو لي في الكومونتير ونشوفوا ان الراي نتاع المحبين نتاع مول الحريشه. الاخوان مؤخرا تعرفت على واحد السيده، كتعرفوا في لاتين امريكا كيوقعوا مشاكل، وديجا حكيت لكم انا يعني الاستوريات وحكيت لكم بزاف تاع الحوايج. كيف كتشوفوا الاخوان، ديجا حكيت لكم يعني هنايا الاستوريات مثلا تاع الناس اللي وقعوا لهم مشاكل، وحكيت حتى يعني الاستوريات نتاعي انا اللي المشاكل اللي كانوا وقعوا ليا. ولكن بعض المرات تقول يعني كاين طوب وحجر كيف كيقولوا، يعني ما غاديش تعمم. كيف كنقول ديما انا ما كنقول واحد الكلمه على يعني على مثلا كنحاول نوجه واحد الميساج لشي ناس يعني، ولكن ما كنعممش فيهم، ربما كنهضر على واحد الفئه، فهمتي؟ كنهضر واحد الفئه اللي يعني ما كنعممش يعني في العام كامل. والاخوان يعني سيده كنت تعرفت عليها يعني عزيز عليها مول الحريشه، وعندها القناه نتاعي كتفرج فيها صراحه الله، وكتقول لي مول الحريشه وعلاش مسميك مول الحريشه وكيفاش شنو كتعني مول الحريشه، يعني كنحاول يعني ندير راه سمعتوها حدايا كنقولها، قولها مول الحريشه كتقولها نورمال، كتقول لك مول الحريشه تعمل الكريشه، يعني ما عليناش. يعني وليت كتخوف بعض المرات من بعد شي مشاكل طيح فيهم، بعض المرات تنقول غنغامر، بعض المرات تنقول ما نغامرش، حيت السيدة تعرفت لي شحال هادي، يعني انسانة طيبة والله يعمرها دار، يعني ماشي عاد عرفتها اليوم ولا غدوة، راه السيدة هادي كنعرفها تقريبا يعني نقولوا شي عام ونص، هادي شي عام ونص هادي كنعرفو وكتعامل معايا، وكاين بزاف يعني الهدايات اللي عملت بهم فيديوهات، بزاف تاع الهدايات اللي عملت بهم فيديو هي اللي هدات ليا هذوك الهدايات على الاخوان، فهمتيني؟ واليوم هاد مؤخرا يعني كيف كتشوفوا هاد البلاصه ديك، يعني البلاصه اللي درت في داك الفيديو فاش حكيت لكم داك الفيديو اول مره قلت لكم عيد الميلاد وهادي وهادي، درت لي مفاجاه وداك الشيء، انا ما كانش على بالي كاع تاع شي حاجه. تما قالت لي مول الحريشه انا بغيت نقولك شي حاجه، و قلت لها شنو بغيتي تقولي؟ يعني قالت لي وانا راه عجبتيني وبغيتك من هنا من هنا. المهم راكم تعرفوا الدريه ملي كتكون يعني باغيه شي واحد او لا شي دري مي كيبغي شي دريه، راكم كتعرفوا كيفاش يعني كيدو. قالت لي اخي مول الحريشه راه تزعط فيك، فهمتي؟ قلت لها واش تزعطي فيا ولا كليتي الصباط ولا شي كليتي شي تقاشره تاعي؟ قالت لي ماما راه تزعط فيك، ما عرفتوش كليتي الصباط ولا التقاشره ولا ما نعرف، المهم اللي غادي نقولها لك. قالت لي مول الحريشه بغيتك ومشكل يعني طلبات لي الزواج، فهمتي؟ هذا هو يعني اللي حيرني انا، وبقيت انا كنفكر قلت لها لا دا حبس المرقه، قلت ليها انا قلت لها حبس المرقه، فهمتي؟ كيفاش يعني نتزوجوا ولا واخا عرفتها عام ونص هادي، ولكن قالت لي بغيت زعما نتزوج بك اخي مول الحريشه. هي طلبت يعني قلت لها سيري للمغرب، سيري عند والديا يعني خطبهم، قال لي سيري عند والديا للمغرب وخطبيني عندهم، ماشي بغيت نقول لكم قلت لها سيري للمغرب وخطبيني من والدي، وديك الساعه نمشيو معاك، حيت هي اللي خطبتنا الاخوان، راه ماشي انا اللي خطبتها.
وقالت لي فاش تي الزوج اللي هدا عليا حبس المرقه قالت لي تما حبس المرقه عليا قلت لها ما كان لا غمس لا والو حبس المرقه حيت انا قلت لها ديجا وقع لي مشاكل طاطا طاطا وعارفه الاستوري تاعي حكيت لها كلشي قلت لها ودا اللي كاين اللي كاين قالت لك لا انا ماشي من داك النوع مول الحريشه وانا راك عزيز عليا وانا ندير معاك ونطلع نطرق ونخدمك اي حاجه يعني غير الحاجه الوحيده يعني انا تزوجوا انا وياك قلت لها شوفي انا الزواج ما تقولي لي الزواج لا تلعبه هادشي انا ضد هادشي علاش مول الحريشه يعني ديجا داز على واحد الاسطوريا راح اللي ما عرفاش المهم اللي ما عرفاش ينبش في القناه ينبش في القناه ويلقى يعني الاسطوريا تاعو وغادي يفهم شنو كان بغي يقصد قلت لها المهم حبسي المرقه تما الزواج ما غاديش يعني نقولها لي يعني نقول لك اه ولا لا حاليا ما غاديش نقول لك انا لا 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 يعني الزواج خليه تمايا خليه بعيد وقالت لي المهم بقات عليا بقات عليا قالت ودابا ملي ما بغيتي تتزوج يعني بغيت تعيش معايا فهمتوني يا اخوان قالت لي بغيت تعيش معايا وما غاديش خصك حتى شي خير حتى شي خير ما غاديش خصك معايا مول الحريشه انا خفت لا يا اخوان الخوف اللي فيا انا خفت نسك تاع ونزيد ونمشي ولكن فاش نمشي عندها ندوز معها شي شهر تما ولا شهرين نصدق الكبده معها ولا فهمتي نصدق الكبده وغادي عاوتاني ما عرفت فين غادي نرد الراس علي اخوان هذا هو السبب اللي انا كنحاول نفكر نفكر وتنقول هذا الشيء اللي يعني اي حاجه كنقول راه كنقسم معكم اي حاجه هي زوينه خايبه كنقسمها معكم قلت اجي الحل اللي غادي ندير مع الاخوان هادو بالنسبه للمحبين والحرشه غنعمل واحد الفيديو وغادي نشوف الراي تاعو يعني كل واحد يكتب لي الراي تاعو في الكومونتيرات ولكن هادشي تنقولو للناس اللي كتحب مول الحريشه ماشي المحساده والمغيره واللي قلبهم عامر صم ورصاص انا راه ماشي هما اللي كنوجه لهم هاد الرساله هادي كنوجه للناس اللي كتحب مول الحريشه وكنوجه للناس اللي ما كتعرفش مول الحريشه وكي ربما يضرب في الفيديو تاعي ويشوف حتى هو ويعطيني الراي تاعو وتحياتي لكم الاخوان كاملين المهم راه هذا هو الفيديو تاعنا اليوم الاخوان يعني كيف كتشوفوا معايا قلت لكم راه السيده يعني عام وصادي تعرفت عليها يعني عطاتني العديد من الهدايا تاع الاخوان اليوم غدا اليوم غدا طيق النهار طلبات لي الزوال قالت لي انا مول الحرشه بغيتك اختبرتني قلت لها هذا حبسي المرقه قلت لها حبس المرقه تمايا حتى نشوفوا القضيه كيف غاديه وبغيت نشوف الراي تاع الاخوان في الكومونتيرات وكنتمناو الاخوان يعني نشوفوا راي نتاكم واش كا ولا ماكا ولا غير سمكه واش يمكن ليا زعما الراي نتاعكم غادي نشوف الراي نتاعكم واش يعني واش جات يعني نهز الباكتاج نتاعي ونمشي عندها واش منهش الباكتاج نتاعي نبقى غير هنا يعني واحد يعطيني الراي نتاعو كل واحد يعطيني الراي نتاعو الاخوان هادشي هو اللي بغيت انا واللايك الاخوان اللي شاف الفيديو يعمل ليه لايك وخلي شي كومونتير كنتمنى تخلوا شي كومونتير يكون زوين يكون زوين يكون زوين الاخوان صافي هذا هو الفيديو تاع مول الحرشه اليوم وثاني حاجه اللي غادي نعاود يعني كيف كنقولوا عصفورين بحجره واحده الناس يعني كاين الناس اللي كتحبني وكنعرف شحال هذه قالوا لي استمر يعني حتى في يعني في هضر على الهجره وداك الشيء المهم اللي عطاك اللي سولك عطيه في سبيل الله وداك الشيء وانا حاولت غادي نعمل واحد الفيديو وعلى هاد يعني على هاد سميتو حيت كتعرفوا القناه عندي قناه متنوعه غادي نحاول نعمل فيديو وغادي نديرو وغادي نحاول نشرح بزاف تاع الحوايج وغادي نشوف الاخوان واش يعني الا كان فيه الدعم بزاف داك الفيديو كاين مشاهدات كثيره وكاين لايك وكاين كومونتات زوينين غادي نحاول يعني نزيد نكمل معكم يعني نبقى نعمل لكم فيديوهات عاوتاني يعني في الهجره ونفس الوقت يعني اي واحد يجاوب اللي يسولني اي حكشي اللي كنعرفه اللي كنعرفو غادي يجاوب عليه المهم الاخوان تحياتي لكم وتما تحيه وتما تحيه كنتمنى يكون الفيديو في الاعجاب تاعكم يعني هنا عطيتكم الراي تاعكم راه غادي يجيو مفاجات ان شاء الله باذن الله مفاجات غادي يجيو غير الراي تاعكم واش الاخوان نهز الباكتاج نتاعي ونديرها نمشي عندها ولا عيش معاها واش الاخوان لا لا المهم السيده قالت لك انا وهذه انا كتبان لي ظريفه ولكن ظريفه كالخريفه ظريفه كالخريفه الاخوان ولكن ما كتقدرش تحكم على بنادم ما تقدرش تحكم على بنادم ما تقدرش تحكم على العقليه نتاعو كيفاش التفكير نتاعو كيفاش يعني هنايا وليت نفكر قلت هدا خصني نفكر مزيان ونفكر 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 وندير فيديو ونشوف الراي تاع الاخوان وديك الساعه نشوف شنو غادي ندير يعني غير باش ما نمشيش لي هي قالت لي انا ماشي من داك النوع اخي مول الحريشه وهادي وراك ولد الناس وهادي تستر كل خير طا 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 المهم بغات تاكل لي الدماغ فهمتي ما عليناش
نشوفوا الراي تاعكم نتوما واش يعني نزيد ولا ما نزيد، حيت انا تنقول ربما غادي نزيد واحد النهار، انا سباكتاج ونزيد، انا سباكتاج ونزيد، واحد النهار غادي نكبدها ونصدق ضربه ولا شي حاجه. يعني هنا القانون كيجي للعيالات وداك الشيء، واش نضربها ونزيد ولا نخليها ونزيد ولا يعني المهم ما عليناش. كنتمنى يعني الراي تاع الاخوان في الكومونتيرات وخليوا لي واحد لايك يكون زوين والبارطاج للناس اللي تيحبوا هاد السيده هذا. او كنحييكم، او ثم تحياتي لكم، والله يحفظكم ليا. راه قلت ليها حبسي المرقه.